أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا بسوق التوفيقية يوم الأربعاء ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 1/2/2023 وتعالوا نشوفوا أسعار العجول الذكورة اللحم البقري. اللهم صل عليك يا نبي، اذكر الله لا إله إلا الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. العجول الذكوره اللحم البقري يا جماعه النهارده في سوق التوفيقيه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كريم، الله اكبر. اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي. اللهم صل عليه كريم. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اهو يابا، اوعى ايد اوعى ايد عدي. اللهم صل عليك يا نبي. ارض كمان. صباح الخير يا معلمي، صباحك ابيض ان شاء الله. اللحم ماشي كام النهارده في سوق التوفيق؟ اللحم ماشي 105 105 105 جاي من النهارده. منين حضرتكم يا حاج؟ احنا من زفت. زفت وتجار زفت غربيه انيس ونهارته في البحيره يا معلمي النهارده. الله يبارك لكم ويصلح حالكم ويقويكم. يعني 110 ما فيش اقل من كده. ها؟ ما مشيتش 105 105 ماشي دلوقتي حاليا السبت 105 السبت 105. الله يبارك لك يا حاج، بسم الله ما شاء الله، نهاركم ابد ان شاء الله. طب معاك رقم تليفون ناخذ له حد على الصحه يتواصل معاكم؟ كام يا حاج؟ 012 012 كام؟ 7 7 3 9 3 9 8 5 8 5 9 0 6 9 0 6 الاسم طيب؟ عكاش الكسباني، المعلم عكاش الكسباني زفته الغربيه انيس ونهارته في البحيره يا معلمي. الله يصلح حالكم وتوصلوا بالسلامه، صباحكم ابيض ان شاء الله. 105 الكيلو جاي يا جماعه مع تجار زفتي في سوق التوفيقيه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر على المال يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، الله يصلح حالك توصل بالسلامه هسه، صباحك ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالك، على مهلك رد يابا، بسم الله ما شاء الله. ارجع حجيبك، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر على اللحم يا جماعه النهارده ب 105 في سوق التوفيقيه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.